catch 'em all. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح الخير وزاد ديالي كاملين، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في راشين ديال هشام وملاك والقناة ديالي الثانيه فاتي تي في. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو توصلكم. ومرحبا بكم دائما بالناس الجداد، كنقول لهم مرحبا بكم واللي عندي قدام دائما مرحبا بهم، وان شاء الله نكبر الاسره ديالنا. هذا ما نقول لكم. وكما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم الروتين ديالي، كلشي اللي غادي نديرو غنشاركو معكم. نتمنى الروتين ديالي يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. وشين املاك كتبغيكم بزاف بزاف، والقناه الثانيه فاتي تي في كذلك كتبغيكم بزاف بزاف. يلا خليكم بقاو معايا، ما تزابيوش اللي نديرو غنشاركو معكم. زاتي كما كتشوفوا دركا غادي تقدو معايا النهار ديالي، الروتين ديالي من الصباح حتى الليل اللي غادي نديرو غنشاركو معكم. اول حاجه انا راني غادي ندير طاجين. صافي راني جمعت، راني درت الفطور الطناج معك مع الناس ثلاثهم. دابا غندير طاجين غنشاركو الكناب. وغادي اول حاجه راني درت الدجاج، غادي نديرو الزيت. مهم اللي بغا يدير زيت الزيتون يديرو كما دائما كنقول لكم. غادي نديرو البصله ديالي، هي هنايا البصله ديالي. ندير البصلة البنات وباش هاد غادي ندير العطرية من الفوق. دابا البنات غادي نديرو العطرية ديالنا، المهم العطرية راه باينة. المهم البنات ها هو هنايا صافي بدات العطية ديالي كاملة. غادي نقلي هاد الدجاج مع العطية مع البصلة. بنات التومة انا ما عنديش، راني ما درتهاش البنات. ما كنت التومة ديال التومة راه ضروري كما عرفتو طاجين يكون فيه التومة، ولكن انا ما عنديش التومة، غنديرو بدون التومة يا البنات. المهم انا نخلي هاد الدجاج يتقلى ونرجع معاكم. البنات ها هو هنايا الدجاج ديالنا كي راه يبان ليكم، شتو البنات تقلى مزيان هاد البصيلة تقلت مع الدجاج البنات. وما نقولكمش الصراحة الريحة اللي راها طالعة معاه، راها طالعة الريحة كتشهي كتشهي تكون تاني نتو حمراني شمت ريحة بزينتها. مهم دابا غادي نزيدو عليها القزبر ديالنا والخيزو. انا نحركو كذلك البنات هاد الخيزو كامل ما هو القزبر، نعرف هاد الشرميلة هاكا كلشي يتحرك. وغادي دابا نديرو الجلبانة ديالنا. وغادي عاد نجي نديرو البطاطا ديالنا. الطاجين غيكون واجد دا خلوه يطيب. البنات هنا دابا غادي ندير البطاطا ديالي. يعني بدا طال البنات كل واحد يقطعها اللي بغي، كاين اللي يقطعها هكا كاين اللي يقطعها يعني الكويرات كل واحد يقطعها اللي يبغي.
دابا غادي ندير لاصوص هكا من فوق ديال الكرتون، لان اصلا ما عنديش المطاشه. غادي ندير هكا حنا ما كان البنات، غادي نديرو شويه الربا شويه الماء، يعني باش نخليو الطاجين يطيب الربا. غنخليو صافي البنات، انا هنا خصكم ضروري تهزو الدجاج باش ما يسقط لكمش، حقاش يقدر الدجاج يلصق. هذا ما كان، غنخليه دابا يطيب ونرجع معاكم. وزازي كما كتشوفوها، هو الطاجين ديالنا راه طاب، راه عاد يطلق تخانة عاد سخون البنات. المهم دابا غادي نمشيو باش غادي نتغداو ها الطواجين. هذا ما كان، نتمنى يعجبكم الطواجين ديالنا. كما كتشوفو هنا راني دايره البطاطا بزاف، انا كعارفة قلبي يبغي ياكل البطاطا وكلشي، يعني البطاطا يبغيها. وهذا ما كان البنات، مهم غادي نحط لكم ونمشيو باش نتغداو، ونتمنى الطواجين ينال الاعجاب ديالكم. وبقاو معايا حتى التالي باش تشوفو، غنشارك معاكم يعني الامسية ديالي كاملة، يعني النهار كامل كما قلت لكم. في هذا المكان هاني كنت بني اللي كيجي رائع رائع رائع، وصفة رائعة، مقاديرها بسيطة كما راه يبان لكم. هنا كنحتاجو جوج كؤوس ديال الدقيق الابيض، كنحتاجو معلقة متوسطة ديال الخميرة المعجونة على حسب الجو، اذا كان الجو سخون ديرو معلقة صغيرة. هنا نحتاجو الملح، نحتاجو فانيا كما راه يبان لكم، غادي نحتاجو كاس الا ربع ديال الحليب هنايا كما راه يبان لكم، عندي 150 مليلتر كاس الا ربع. غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال الزيت، غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة. المهم دابا بقى معايا باش نديرو كلشي، تشوفو الطريقة كيفاش غادي نديرو. المهم البنات، هنا غادي نديرو الخليط ديالنا. اول حاجة غادي نديرو خميرة المعجونة هنايا كيما قلت لكم، معلقة عافية متوسطة. غادي نديرو جوج معالق كبار ديال السكر خشن سنيدة، غادي نديرو فاني، انا بغيت نسمها بالفاني البنات. هنايا غادي نديرو الحليب ديالنا، الحليب كيما قلت لكم 150 مليلتر ولا كاس الى ربع ديال الزيت. ونخلطو الخليط ديالنا هنا مزيان. هنايا جوج معالق كبار ديال الزيت، وغادي نديرو الملحة ديالنا نص، نديرو معلقة صغيرة د الملح. هنا غادي نديرو الدقيق ديالنا، فلولا نديرو كاس ديال الدقيق، نخلطو هاد العناصر كاملين ونزيدو الكاس الاخر. البنات دابا غادي نزيدو الكوب تاني ديال الدقيق. هنا غادي نحيدو السباتي ديالنا، غادي نخدمو بيدينا. المهم البنات، تما غادي ديرو الدقيق شويه بشويه حتى تتماسك معكم العناصر. البنات هنا انا خصني يعني الدقيق، خصني نزيد ديال الدقيق، لانه ما قدنيش هاد الدقيق اللي درت، يعني غادي خصني نزيد الدقيق. البنات كما كتشوفوها، هو هنايا ديال العجينه ديالي، راني زدت هنايا واحد الكاس ديال الدقيق
اللي زدتو فيها. المهم يعني العجينه خصها تكون خفيفه البنات، شوفوا البنات كيفاش دايره، خفيفه تكون تلصق معكم في اليد، ما تكونش قاسحه ولا تكون يعني خفيفه. وغادي نخليها هنا ماشي نقولوا تخملوا، لا تريح 10 دقائق ورجع معكم. البنات هنا دابا رجعنا العجينة ديالنا، دابا البنات بحال تساعدنا هنايا العجينة ديالنا، دابا غادي بحال نقطعوها كويرات صغار على حساب اللي راني بغي نديرو. المهم حنا غادي نعمروهم بشعال خاص يجي، انا ما غاديش نديرهم البنات كبار ولا، غادي نشوف يعني نقدر نقص نقصني بهم. هما انا هنا جبت الميزان ديالي، غادي نعبرهم وغادي نشوف شحال يجي. مهم نتوما ديروهم الحجم اللي تبغيو باش ديروهم، المهم انا غادي نحاول نديرهم الحجم ديال هيكون فيهم، يقدر نديرهم يقدر يكون فيهم 13 هكا مزيان. زاتي نتمنى البنية يعجبكم اللي قدمته لكم، ونتمنى ما تنساوش ان ام لاك، ونتمنى يكون النهار ديالي عجبكم. زاتي كيما كتشوفوا دابا غادي نقدم لكم المقادير ديال الشوسون، غادي نديرهم بعجين المورق. اول حاجه نحتاجو المقادير هنايا البصله ديالنا، درت جوج بصلات، غادي نديرو صدر الدجاج هنايا درت، المهم هذا هكا يعني كميه كبيره، مع كل واحد يدير الكميه ديال العائله ديالها. هنا درت القرع الاخضر محكوك هكا طويل هكا، درت هنايا الزيتون كميه ديال الزيتون، هنا درت الفلفل الالوان كميه ديال الفلفل الالوان، عندي هنايا ضمه ديال الحوت هنايا كما تبان، عندي هنا الثوم غبره، عندي شعريه صغيره غادي ندي بها مقدار ديال الشعريه السميه، وغادي نديرو العطريه ديالنا العطريه باينه. المهم انا غادي نبدي نخدم معكم، هاكم نتوما معايا باش غادي تشوفوا. هنا راه قدامي شافه ملاك، بغات تقول لكم شي كلمه. ملاك تقدري تقولي لنا شي كلمه للمتتبعين؟ لا ها قولي لهم السلام عليكم. السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ مزيانين مزيانين. المهم كيما كتشوفوا هادي ملاك راه تهضر معاكم، قالت لكم كلكو دايرين مزيانين. المهم انا غادي نقدم المقادير، وها هي الشفا ملاك حدايا هنايا. اول حاجه هاي ملاك غادي تحط لنا المقادير هنا، ني درت الزيت درت هنايا الزيت، غادي نديرو البصله، غادي تحط ملاك المقادير تكب لي المقادير. شتي ملاك ديري لي المقادير، انا درنا هنا البصله البنات، البنات انا اللي درت هنا البصله، غادي نديرو العطريه ديالنا، غادي نخليو البصله تقلى مزيان مزيان، عاد غادي نزيدو هاد المقادير كاملين. المهم دابا غادي نديرو الملح، قولي لهم ملاك شنو غنديرو؟ ملح. الملح يلاه ديري الملح شويه، شويه ملح. المهم البنات انا درنا الملح، انا غادي نخدم وانتوما راكو معانا. غادي نديرو
زنجبيل دير شويه ملك. اوكي هذا هو الزنجبيل البنات. الله يعاونك. غادي نديرو كركيما. قول لهم كركيما. كركيما يلا صافي. ماما واش كركيما حارة؟ لا مش حارة كركيما. غادي نديرو ابزار احمر. قول لهم احمر. احمر يا هذا حار احمر. لا ماشي حار هذا مانا. ماشي حار هذا. ها ما هنا ايه عندنا هادو كاملين. غادي نزيدو الابزار اسود. ابزار قول ابزار اسود. ابزار اسود صافي درتو. دابا غادي نخليو هاد البصله ديالنا غادي تشحر مزيان هنايا حتى تشحر وتهبط معنا. عاد نزيدو المقادير الاخرين. صافي دابا البنات غادي نخليو البصله هنايا باش تشحر عاد نرجع انا معكم. المهم البنات انا دابا البصله هي ديالنا تشحرت لنا مزيان البنات. خليتها تشحرت حتى هبطت لي البصله. نوريكم البنات. عاد دابا غادي ندير الدجاج ديالي. نوتشو يعني الدجاج ديرو الكمية اللي نتوما تبغيوها. وغادي ندير هنايا الثومة برا البنات لحقاش كنت في الاول نسيت ما درتهاش. كنت قلت اكل كنسيت ما درتهاش. غادي ندير ضمة البنة ديال الحوت هنا نديرها. ضمة ديال البنة. المهم غادي نخليو الدجاج ديالنا هنا غادي يطيب مع يزيد يطيب مع البصلة. عاد نزيدو المقادير الاخرين. البنات راها طالعه رائحه رائعه رائعه ديال جل الضامه. وزالتي هو دابا هنايا الدجاج ديالي. غادي نزيد عليه الخضر الاخرين. غادي نزيدو الفلفل مقطع عندي الوان. ونخليه البنات يطير مع عاوتاني هاد الشيء عاد باش نديرو القرع الاخضر لان القرع الاخضر في ساعة كيطيب ما كياخذناش وقت طويل بلا باش في ساعة كيطيب لنا القرع الاخضر. البنات غادي تشوفوا الملح لانه على حساب مع غادي ندير في تالي الزيتون يعني كيكون ملح وفرماج رابي. انا علاش كنقول لكم من الاول ما تكثروش الملح باش تشوفوا باش لان الحوايج اخرين كيكونوا مالحين يقدر يملح لكم مكانكم. المهم انا نخليه يزيد هذا الشيء كامل يطيب ونرجع انا معكم. المهم البنات كما كتشوفوا راني هنايا درت حتى القزبر يابس. او هنايا درت القزبر يابس. دابا غادي ندير القرع الاخضر ديالي كما كتشوفوا خليته التالي لانه هو اصلا في ساعه كيطيب القرع. عاد نزيد عليه تاي طيب. غنزيد عليه الزيتون وغادي نزيد عليه الشعريه السميه. غادي نديرها تسلق. غادي نديرها في الماء طايب يعني واحد باك 5 دقائق 10 ديال الدقائق. نحيدها
نخليها يعني نشدها ونقطعها، يعني نقطعوها باش ما تجيش وافيه ولا ما ندير حشوه. يعني البنات كما قلت لكم كتبقى الاختياريه، كل واحد يدير الحشوه اللي بغا يديرها يديرها. زيتي كما تشوفوا ها هي هنا الحشوه ديالي اللي كنت طيبتها، هذه هي هنا، وهذا هنا الفرماج غنطيه. هنايا جبت لاباط بريزي، هذه هي اللي غادي نخدم بها. المهم نتوما راكم معنا باش عاد تشوفوا البنات الطريقه كيفاش غادي ندير، غادي نخدم بها ولا. المهم نتوما ما تزابيوش، خلو دائما معنا كلاشين ديالي. شوف البنات لاباط بريزي كتجي الخدمه يعني سهله، يا ماشي صعيبه ولا، كتسهل لك حتى الماموريات شي يشريها واجده الصراحه، كتسهل لك الماموريه عادشي نقولوا تخدميها ولا كتكون صعيبه. البنات هي دابا عندي مسرحة، غادي نجيب هذا باش غادي نقطع عندها التقطيعات، غادي نحاول البنات ما نخسرش العجينة ديالي. باش ما نبقاش نعاود فيها بلا البنات. عندنا الجو متقلب، كتلقاوه شميشه شتا الغيام، شميشه شتا الغيام، ولكن الاغلبيه ما غاها تكون الشميشه. شوفوا دقه الا خرجت هاد شويه ديال الشميشه، ماشي حتى شي شميشه البنات، تبان لكم يعني ما تما شميشه كتكون صراحه. الجو هذا الجو ما تعرفيش لا صيف لا مشتا لا حتى حاجه تعرفي والو البنات. المهم غادي نبقى نقطع حتى نكمل كاع العجين ديالي. الحشوه البنات كتبقى اختياريه كما كنقول، يعني كل واحد يدير الحشوه اللي تناسبه يديرها. المهم شوفو البنات تجمعو لاباط بريزي هي كتجمعوها بواحد الطريقة، خاصكو ديرو هكا شي على شي تقدرو باش توليو تسرحوها. البنات هما هنايا تشوفوا راني كملت لو شوزون ديالي كاملين، دابا غادي ندهنهم بالبيض. هنا درت لهم واحد شويه ابزار احمر هكا باش يجيو حمر، غادي ندهنهم ونخليهم ندخلهم ديريك تي يطيبوا شي يطيبوا هذوك هما واحد ياكلهم ولا شو هذا ما كاين. البنات نتمنى مهمة
انا عجبت لكم هاد الشوسون، يعني ما داروش كميه كبيره ولا كميه قليله، يعني داروها هانتوما شتو يعني بشحال الكميه هي هادي، ودارو بسم الخر 4-3 حبات بحال هكا. يعني هذا ما كان بنتي مع اصلا ما جبتش لي بط بزاف، بلا جبت غير زوج علب. هذا ما دارت لي يعني، وعاد الحشوه شطت لي قلت حتى من بعد انا غادي نديها في الفريجيدار، ومن بعد قلت نجبدها نعجن عجينة المسمن ولا ونديرها نعمرها فيها، يعني تجي مزيانة. نتمنى البنات تكونوا يعني قضيتو معايا نهار كامل، تكونوا قضيتوهم معايا مزيان من الصباح حتى لدركا، تكونوا يعني فوتو نهاركم مزيان. حتى يمكن البنات يعني صراحه نهار فات غير في الشقه ما درتش حاجه، ولا الشقه ديال الدار عارفين حنا دائما في الدار دائما الشقه دائما الشقه. هذا يمكن البنات الحمد لله وخلاص. المهم انا دابا كملناهم غادي ندخلوهم للفران باش يطيبوهم. وزاتي هذا هو الشوسون ديالنا، نتمنى يعجبكم ونتمنى تشربوه وتردوا لي الاخبار. صراحه حاجه رائعه بالبط بريزي، وهذا هو النهار اللي كملته معايا، نتمنى تكونوا قضيتوا معايا النهار مزيان وعلى خير ان شاء الله. وشين امنا كتعويكم بزاف بزاف، وكنقول لكم تهلاو فرسانكم بزاف حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وبقاو دائما